مضيق باب المندب ممر استراتيجي بحري يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. يقع المضيق على الحدود البحرية لكل من اليمن وإرتيريا وجيبوتي، وتبلغ المسافة بين ضفتيه نحو 30 كيلومترا من رأس منهال في الساحل الأسيوي إلى رأس سيانا على الساحل الأفريقي. يعتبر المضيق من أهم ممرات النقل والمعابر البحرية بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وشرق أفريقيا. ظهرت أهمية باب المندب الواقع بمحافظة تعز بعد افتتاح قناة السويس ليربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، فتحول إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر في العالم. لليمن أفضلية استراتيجية في السيطرة على الممر لوجود جزيرة ميون التابعة إداريا لمحافظة عدن ولأهمية المضيق، عملت دول على إقامة قواعد عسكرية في دول مجاورة. تذهب التقديرات إلى أن ما بين 5 إلى 60% من إنتاج النفط العالمي يمر يوميا عبر المضيق، فيما يمر سنويا ما يزيد عن 21,000 سفينة محملة بشتى أنواع البضائع. ولأهمية هذا المضيق سارعت ميليشيا الحوثي والمخلوع في السيطرة عليه نهاية مارس من العام الماضي، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة استعادت السيطرة عليه وجزيرة ميون في مطلع أكتوبر من نفس العام. لم يتم تأمين كافة المناطق المشرفة على المضيق بشكل كامل، وبقيت جيوب الميليشيا في مواقع متفرقة كانت النتيجة استهدافها لسفينة إماراتية مدنية قبالة ساحل اليمن مطلع الأسبوع الجاري. واعتبرت الخارجية الإماراتية هذا الهجوم بالعمل الإرهابي، فيما اعتبره مجلس الأمن تهديدا لمرور السفن والملاحة الدولية بجدية فائقة. لم يكن لواشنطن أن تلزم الصمت في مقام يمس أمنها ومصالحها القومية حسب تعبيرها، وقالت مصادر إن البحرية الأمريكية أرسلت 3 سفن حربية إلى الساحل الجنوبي لليمن، بينها مدمرتان عسكريتان. بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكي جون كيربي على أن هذه الأعمال الاستفزازية تسهم في تفاقم الصراع الحالي وتضييق آفاق التسوية السلمية.